بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل سلسلة جواهر آبائية في تفسير القديس كيرلس الكبير لإنجيل لوقا، وناخد تعليقه على الآية: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى والحقول حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضع خلاء. دعونا نبحث بعناية عن معنى عبارة اصرف الجموع، لأننا سنرى بواسطتها الإيمان العجيب الذي للرسل القديسين. سنرى أيضا القوة الفائقة للطبيعة والمدهشة التي للمسيح مخلصنا، فقد كانوا يتبعونه طالبين منه أن ينقذهم من الأرواح الشريرة التي تعذبهم. يعني الناس جاية مش عاوزة تاكل، طبعا مش في دماغها الأكل، جاية عاوزة تخلص من الشياطين والأمراض، فماشيين وراه بقالهم أيام وعشمانين طبعا. وآخرون كانوا يطلبون الشفاء من الأمراض المتنوعة. لذلك حيث أن التلاميذ عرفوا أنه بمجرد رضا مشيئته يستطيع أن يتمم لأولئك المرضى ما كانوا يطلبونه، لذلك قالوا له اصرفهم. هنا عاوز يقول أنه قالوا له اصرفهم لأنه هم جم لاحتياج، والاحتياج خلاص خرج الشياطين اللي في الناس وشفى المرضى. فالتلاميذ بدافع الشفقة على الجموع قالوا له اصرف الجموع، وهم لا يتكلمون هكذا كما لو كانوا منزعجين من الجموع أو كانوا يعتبرون أن الوقت قد مضى، بل إذ كانوا مأخوذين بالمحبة نحو الجموع. يبقى كيرلس الكبير شايف أن اصرف الجموع ده شعور حب من التلاميذ، صعبان عليهم الناس بقالهم مدة، فبدأوا يهتمون بالشعب كما لو كانوا يمارسون مقدما وظيفتهم الرعوية. تعبير حلو أوي، لأن المسيح هيأتمنهم على رعاية الكنيسة، فهم مقدما لقطوا الإحساس بالمسؤولية، والناس تعبانة والناس جعانة، الحب ده طالع منهم تلقائي. لكي نتخذ منهم قدوة لأنفسنا، لأن الاقتراب من الرب والتوسل إليه نيابة عن الشعب هو فعل لائق بالقديسين. حلو قوي الكلام ده، كانهم بيعملوا دور الشفاعه اللي هيبقى الدور الاساسي للرسل والكهنه. رايحين للمسيح بيشفعوا في الناس، الناس تعبانه قوي، يعني اصرفهم لحسن الدنيا غيمت. فهنا الاقتراب من الرب والطلب من اجل الاخرين ده دور الكهنوت الاساسي، هو فعل لائق بالقديسين وهو واجب الاباء الروحيين، ودليل على قلب له اهتمام ليس بالموضوعات الشخصية وحدها، بل يعتبر مصالح الآخرين مصلحته الشخصية. بس الحتة دي مهمة أوي، الأبوة الروحية تبان في أن الأب مشغول على مصلحة عياله اللي يفيدهم روحيا وحتى لو جسديا، ففي إحساس بالمسؤولية، فده منسوب للرسل في التعبير اصرف الجمعة. دليل على قلب له اهتمام ليس بالموضوعات الشخصية وحدها، بل يعتبر مصالح الآخرين مصلحته الشخصية، وهذا مثل واضح جدا على هذه المحبة الفائقة. وإن كان يسمح لنا أن نمتد بتفكيرنا فوق مستوى الأمور البشرية، فإننا نقول لأجل منفعة الذين يناسبهم هذا، أننا حينما نواصل الصلاة بحرارة مع المسيح، سواء كنا نسأل الشفاء من أمراض أرواحنا أو أن يخلصنا من أي أمراض أخرى، أو كنا نرغب أن نحصل على أي شيء لأجل فائدتنا، ليس هناك أدنى شك أنه حينما نسأل في الصلاة أي شيء صالح لنا، فإن القوات العقلية كذلك أولئك الرجال القديسين الذين لهم دالة أمامه يتضرعون لأجلنا. بس بقى التعبير ده يؤكد الشفاعة، يعني طالما بتطلب أمور روحية أو أمور طبيعية محتاجها فعلا، القديسين اللي بيحبونا بيصلوا لنا حتى لو ما انتبهناش لكده، لأن القديسين راحوا من ورا الناس قالوا للمسيح مشيهم الناس جعانة والناس تعبت والدنيا غيمت. فكأنه بينقل لنا إحساس الكنيسة المنتصرة أو القديسين اللي بيحبوا كل الناس وبيشفعوا فيهم قدام المسيح. القوات العقلية كذلك، القوات العقلية إشارة للملائكة، أولئك الرجال القديسين الذين لهم دالة أمامه يتضرعون لأجلنا. وماذا كانت نتيجة المعجزة؟ احنا
احنا هنقفز الى موضوع الخمس خبزات، انها كانت اشباع جمع كثير، وذلك بحسب ما اضاف واحد اخر من البشيرين القديسين في رواية المعجزة. المعجزة لم تنتهي هنا، اذ انها جمعت ايضا 12 قفة من الكسر. هنا هيناقش الحتة دي. طبعا عارفين بقى شكر وبارك وكسر واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع واكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفع ما فضل عنهم 12 قف. هيناقشها بقى كيرلس الكبير. ما هو الذي نستنتجه من هذا؟ انه تأكيد واضح على كرم الضيافة، وان كرم الضيافة ينال مكافأة جزيلة من الله. يعني المسيح اعطى واعطى بكرم بسخاء. الناس كالت وكانت جعانة، فكالت كتير وشبعت كلها، وفاض عنهم بكتير لدرجة 12 قف. فهنا ياخدها القديس كيرلس من زاوية الكرم في الضيافة. فالتلاميذ قدموا خمس خبزات، وبعد أن تم إشباع جمع كبير هكذا، فقد جمع لكل واحد منهم قفة مملوءة من الكسر. طبعا 12 على قدهم، فكلهم شالوا. لذلك لا يجب أن يكون هناك شيء يعوق أولئك الذين يريدون أن يستضيفوا الغرباء. تعبير مهم، يعني ما تقولش أنا إمكانياتي محدودة ما أقدرش أضايف. يا حبيبي في بركة الخمس خبزات، خليك مضياف وخليك كريم، واللي بارك في الخمس خبزات يبارك في القليل اللي عندك. وافتكر أرملة صرفة صيدة كانت كريمة مع إيليا، ربنا ما حوجهاش. فهنا بيعلمنا مبدأ أنه خلينا كرماء مطمنين أن المسيح الكريم السخي مش هيكسفنا. مهما كان هناك ما يمكن أن يعطل إرادة واستعداد الناس لذلك. يعني إيه؟ ما تقعدش تحسبها قوي، لأن الحسابات هتخليك تبخل وتخليك تخسر فرصة العطاء وفرصة إكرام الغرباء. وما تنساش أن الكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. ولا يقول أحد أني لا أملك الوسيلة المناسبة. في واحد يقول لك أنا ما عنديش إمكانيات أخدم بيها، بس ابتدي أخدم وهتشوف ربنا يدي. وما أستطيع أن أفعله هو تافه تماما لا يكفي كثيرين. وعاوز يقول إن في ناس بتتكلم وهو ده ينفع لإيه؟ طب يا حبيبي هو الخمس خبزات كانت تنفع لإيه؟ يا أحبائي استضيفوا الغرباء وتغلبوا على عدم الاستعداد الذي لا يربح أي مكافأة. يعني لما تفضل باصص لإمكانياتك بس، أنت بتعطل خدمة ربنا وبتعطل النعمة، وانت مش هتكسب حاجة لما تفضل قاعد كده بتقول ما انا ما عنديش. انت بس ادخل وشوف ربنا هيعمل ايه، لان المخلص سيضاعف القليل الذي لكم مرات اكثر من اي توقع. ورغم انك لا تعطي الا القليل، سوف تنال الكثير، لان من يزرع بالبركات ايضا يحصد. كورنثوس الثانية 9. لذلك فإن إشباع الجموع في البرية هو جدير بكل إعجاب، ولكنه نافع بطريقة أخرى. يمكن أن نرى بوضوح أن هذه المعجزات الجديدة تتوافق مع المعجزات التي في العهد القديم، وأنها أعمال ذات القوة الواحدة التي للشخص المقتدر. يعني اللي بيعمل كده هو نفسه اللي عمل كده زمان، هو نفسه اللي نزل المن. فالقديس كيرلس هياخدنا بقى لألوهة المسيح. المسيح اللي بيكسر الخبزات وبيوزع للآلاف هو نفسه اللي ادى الملائكة يوزعوا الخبز أو المن على بتوع العهد القديم. فقد أمطر على الإسرائيليين منا في البرية وأعطاهم خبزا من السماء، وجايبها من مزمور 77. ولكن يا للعجب، فإنه في البرية أشبع بسخاء ووفرة أولئك المحتاجين للطعام. أتى به كأنه من السماء، لأن إكثاره للقليل مرات مضاعفة، وإطعامه جمع كثير كهذا بالقليل الذي يكاد يكون كالعدم، إنما يشبه تلك المعجزة السابقة بتاعت المن. طبعا أنتوا عارفين اللي ربط الربطة دي بقى إنجيل يوحنا بالتفصيل في يوحنا 6. بعد إشباع الجموع بدأ المسيح يتكلم مع الناس، أنتوا جايين تاكلوا تاني؟ طب ما خليكوا في الأكل المفيد، اعملوا لا للطعام البائد للطعام الباقي الحياة الأبدية، أنا هو الخبز النازل من السماء. طبعا الناس مش عاوزة الكلام ده، عاوزة الأكل العادي فسابوه.
لكن هنا القديس كيرلس بيلمح أنه فاعل هذا الأمر هو ذاته فاعل أمر المن في العهد القديم. ووجه حديثي مرة أخرى لحشد اليهود قائلا: إنكم كنتم في حاجة إلى الماء الطبيعي حين كنتم تسيرون في البرية الشاسعة، وأعطاها الله رغبتكم بما يفوق كل التوقعات، وذلك من مكان لم تكونوا تتطلعون إليه لما أداهم المية من الصخر. كما يقول المرنم: شق الصخرة في البرية وأعطاهم شرابا كأنه لجج عظيمة، وأخرج المياه من الصخرة. مزمور 7. فأخبرني إذن، هل سبحت صانع المعجزة حينما شربت؟ عاوز يلوم على الناس، الناس تاكل وتنكر وتنسى. لما شربوا المية من الصخرة وكلوا المن ما سبحوش. وادي الجموع اللي خدت من الخمس خبزات، خدوا بعضهم وجريوا وجم وراه تاني يوم عاوزين ناكل، ولا شكروا ولا سبحوا ولا سجدوا لإله السماء وللأرض ولا اعترفوا بلاهوته. كل ده ركنوا، هم ناس ماديين عاوزين حاجات نفسانية جسدانية وخلاص. حينما شربت هل تحرك لسانك بالشكر؟ هل دفعك هذا إلى الاعتراف بقوة الله التي لا ينطق بها؟ الأمر ليس كذلك، لأنك تتذمر على الله. وفعلا التذمر مشي حتى بجيل المسيح، أنه رجعوا للوراء لما لقوه بيوعد بخبز الحياة النازل من السماء، مش بيوعد تاني بمعجزة أكل وشرب زي الأول. هل يستطيع أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ مائدة؟ أنت لم تندهش لرؤية الصخر الصواني يصير ينبوعا لأنهار غديرة، والينابيع تخرج بطريقة عجيبة من الأحجار، والوديان تجري بقوة سريعة، ولكنك تنسب الضعف للقادر على كل شيء. يعني مع كل اللي بتشوفه ترجع تاني تتشكك في ربنا وتتساءل: هو يقدر يأكلنا؟ هو يقدر يشبعنا؟ هو يقدر يخلصنا؟ هو يقدر يوعد بالحياة الأبدية فعلا بعد كل اللي عمله؟ الناس لسه بتتذمر ولسه بتتشكك. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. آمين.